الحاجة تكسر الرجل وتظلم الشهم وتغبن الكريم، واللي يزيد الأمر سوء في زمننا هذا إنه في معظم المجالس وعند أغلب الرجال أصبح تقييمك يعتمد على جيبك. لذلك أصبح اللهث وراء المال بأي شكل من الأشكال ودون النظر في العواقب. ليش؟ أنه يعرف إن ماله راح يغطي على عيوبه، وإن ماله راح يرزه في صدور المجالس. بعض الناس من أصحاب الأموال ما يسوى التاليه من الغنم. لو قلبت في صفحات حياته كاملة ما تلقى في أفعاله معروف ولا فزعة، ولا تلقى في أمواله حظ لهله وربعه وللمساكين والمحتاجين. لذلك الله يكون بعون كل رجل كريم شهم كتفت يديه الحاجة.